السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل على النبي كده يا جماعة، يا سيدي يا رسول الله صلى على النبي يا جماعة، ونذكر الله لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. وكل سنة وانتم طيبين طبعا بمناسبة شهر رجب. يا رب يا رب يا رب يعود علينا كده بالخير. رجب، شعبان، رمضان، بقى الايام الجاية كريمة يا رب يا رب كده. أيام جميلة وأيام مفرحة، وإن شاء الله يعود عليكم جميعا جميعا بالخير يا رب. معانا إيه النهاردة بقى في التحدي يا أستاذ علي؟ النهاردة معانا في التحدي مكرونة اسباجيتي اللي هي الطويلة. معانا فراخ بانيه اللي هي القصيرة. معانا بطاطس متكسرة اللي هي المكمورة. بصوا 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 يتحدث إنه يتحدث. ودي البطاطس المكمورة. بطاطس، لا دي مش مكمورة، دي بطاطس، سلطة بطاطس. سلطة بطاطس. اه يا عم انت هتلخبط لي الدنيا ليه بقى؟ اه المكمورة بتبقى على النار وبتوم وكمون وكده. دي بطاطس سلطة يا جماعة، مسلوقة بملح وحطيتها اتسلقت، وبعدين هرستها بخل وملح وحبة نقطة توم، او حته توم صغيره وحبه زيت. قلت ايه انتوا لخبطوا؟ ملح وزيت وخل، نقطه خل يا جماعه مش كتير، وملح وتوم، فصين توم كده، وهرستها وحبه خضره كده مشكلين سلطه بطاطس. سلطه بطاطس، ومعانا سلطه بطاطس محمره. يا لهوي انت راجل ام، بص قوم روح بيتكم، انت مش من هنا انت من هناك. اه دي بطاطس مسلوقه برده ومحمرينها، متقطعه ومتحمره. عايز اقول لكم اسطوره. التحدي بقى على ايه؟ التحدي على الطبق ده، ماشي؟ اه، وثلاث قطع بانيه. تمام ماشي؟ ماشي. ومعاك نص رغيف عيش. نص او رغيف؟ انا عايز رغيفين، ثلاثة اربعة خمسة. انا عن نفسي عامل نص رغيف. التحدي بتاعي بالله عليكم يا جماعة، قبل ما نبدأ التحدي ما تنسوش تحطوا اللايك، ما تنسوش تحطوا اللايك، وتيجوا تتفضلوا معانا، وبألف هنا عليكم وعلينا. بصوا البانيه. انا عايز بس ايه منديل معايا بعد اذنك. منديل محمد اخدها، محمد عيان قوي يا جماعه. اه ده قولي والنبي، والله تعبان قوي 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 يعني. عارفه سنتك الف سلامه يا قلبي. فالمناديل تبع محمد. مكرونة جميلة، بس بصراحة وانا باكل المكرونة قلت ازاي ما بدأتش بسلطة البطاطس دي؟ الله يا جماعة، وانا عيان ما يمنعش ان انا اقول حاجة. تسلم ايدك يا بنتي. يا شوف ماما، روح ماما. بسم الله عليك. طعمها حلوة يا جماعة. فكرة جميلة ولذيذة. وجرب سلطة البطاطس المحمرة. انت منين يا راجل؟ كنا عايزين معلقة كده مش حلو. انا بقى بحب ايه كده ساندوتش. صبني يا جماعة، بصوا الجنة والله العظيم يا بنت، تفتحي مطعم بالاكل الجميل ده بجد؟ اه والله. يعني ايه؟ استاهل ايه؟ طبعا وانا مش قادر اتكلم. عملت سندوتش بطاطس بالبنان؟ اه اللي يطلع ده عيش ايه يا جماعة؟ الله. بص انا هتحدجي في السندوتش ده، سندوتش مكرونة. كل واحد يعيش بطريقته. لا لا، بصي انا بحب ايه يا جماعة؟ اكل المكرونة بعيش، اعملها سندوتش كده، واقوم عامل كده، واقوم ايه؟ واعتمد على الله وبسمي الله.
الله. تفضل. جربوا الفكرة. منظر المكرونة جميلة وهيطلع من السندوتش اللي سباكيتك يعني. صراحة جربوا الفكرة ده تعجبكم قوي والله. أنا جربتها ما ركبتش معايا. صراحة. الأكل مزاجات قوي. عشانك عبيطة. أكل مزاجات يعني. سندوتشك أحلى. أيوه. حطيتي بطاطس مع بدل. عامل ده؟ انت مش قادر تاكل نفسك. هو واحمد ابن اخويا نزلوا الامتحانات خدوها، العيال كلها عيانه اصلا والله العظيم. انا قعدت بهدومي طول الليل، كنت تجيلي محمد الازمه، وكنت فعلا هنزل الساعه 3 تعتبر جاتله بس على خفيف. يقول له في ايه ماما؟ اقول له مفيش. اه والله. اعمل بقى ايه؟ عايزه اجرب حاجه تاني. قبل ما لبست قلت لخالتك تقعد جنبك والله. احنا بنعمل اساطير يا جميل قوي. الاكل جميل قوي يا جماعه والله، والله جميل قوي. مدوا ايديكم كده. البيت بيتكم يا جماعه. مرحبا يا ابني. قولوا لي بقى انت عامله ليه سلطه بطاطس وكده؟ حلوه قوي. عشان ماما ما لهاش المكرونه والبانيه. لا البطاطس مهروسة. مش مهروسة دي، مسلوقة ومتقطعة يا حبيبي. مش مهروسة دي، اللي مهروسة. الناس دي بتوصل لي معلومات. ماما مش بتحب المكرونة والبنات، فمديها سلطة وبطاطس. بس بجد بجد تحفة. انا مش بعمل حاجه وحشه. اه والله انا بحب الخضره قوي يا جماعه. حلوه ماما. مش كلام، الاكل كله طعمه جميل بصراحه. مش قوي. البانيه فظيعه. فظيعه. البانيه ده باشا يا ابو باشا. محمود جينا تاني. المدرس كان بيطمن على محمد عمل ايه في الامتحان. يلا بقى نخش على التحدي بتاعنا. نخش في التحدي وتقولنا انا اكلت النص الرغيف بتاعي. اوكي اوكي طبق المكرونه. طب انا اكلت برضه النص. لا انت قلت انت رغيف. بني الله. المكرونة تحفة، البني تحفة. الله البني فظيعة قوي.
لو ماما ما كلتش اقول لكم اصحى من فين. لا ما كلت ليه يا ماما؟ مش سمعت. ماشي انا ما كنتش عارفه ايه ده. الحمد لله. البطاطس حسن. البطاطس؟ ما المكلتش ليه يا مصطبع؟ ما هي حسن ما كلتش ليه؟ سلطة البطاطس شوية الخل عم نلاقي ايه؟ ميكس غريب. هو ده علي والله. عمره ما يقول لي انت تطبخ الاكل حلو. يقول لي ايه؟ والله العظيم معاك انت؟ والله انت. يقول لي ايه؟ نوع مثلا البسله حلو. لا انا خدي بالك مش عارفه الليمون طعمه مش عارفه لا ايه. لا. ممكن اكون بقول لك كده اه. ركع الطبخة. اي والله. صلى. طب والله العظيم زي ما بقول لكم. يعني واحد الله. لا اله الا الله. اشكر لك من مرة. لا اله الا الله. الفراخ البني دي. انت اللي عاملاها. ما هيش جاي جاهزة. طعمها خطير. فدفن. بجد والله. انت هتلم في الطبق. المكرونة دي فضيحة. ايه ده بالله عليك. كلت قد ايش؟ كلت قد ايش؟ اكتر من رغيف. عامل سندوتش مكرونه يا جماعه. انني كده وضيع معاها. السندوتش هينجز معايا. كانت فظيعة. خد معك ده. لا يظهر مش عارف. يظهر مش عايز. كانت حتتين فراخ وايه وهتستغل بقى ايه
اول مره اكل تلات حتت فراخ من حلاوتها. من طعمتها وحلاوتها. كفايه انا حطيت البصمه بتاعتي. مش حاطط ولا بصمه في الفراخ. تعالي لي اللالي اللالي. يا حبيبي تعالي. بص بقى. ايوه. عقابك يا سيدي. ايوه. عشان تعرفوا ان انا ست متصالحه مع نفسي. الراجل ده بينام في الشغل. بيجي الصبح يجي معانا المدرسه. ما بيلحقش ينام ساعتين في اليوم، فهو ده متعاقب. فحرام عليا عاقبه اليومين دول، بجد بجد متعاقب معاه. يا سلام. والله عقاب عقاب يعني، وبيجيب لنا طلباتنا، وبصوا يعني بجد مطحون، فهو متعاقب. خليك لي. انا عينيا ليك والله. تسلم عينيك يا اخويا. يا رب. ولو عجبكم الفيديو بتاعنا يا جماعه بالله عليكم ما تنسوا اللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.